الرب في هذه اللحظات. التفتوا إلي واخلصوا. نفسي كلنا كده تعالوا نقف مع بعض كلنا. تعالوا نقف في حضور الرب. نفسي انفض عنك التعب. انفض عنك الاحساس بزهق ملل. وتعالوا نرفع ايدينا كده كلنا قدام الرب. وفي رفع ايدينا ده يبقى في التفات حقيقي تجاه الرب. التفتوا إلي واخلصوا. وأنا امتلئ بالروح القدس في التفاتة إلى الرب. تصنع خلاص. التفت بقلبي للرب. أنا نفسي وانت واقف كده وانت واقفة واحنا مغمضين عينينا كلنا قول يا رب أنا عايز قلبي يلتفت ليك. صخرتي إليك صرختي. أنت مخلصي في ضعف قوتي أقول ثابت قلبي. للرب هاليلويا. قولوا انت مخلصي ايها الرب. هاليلويا.
نعمتك نعمتك. عايز اقول حاجه قبل ما نكمل. انا هطلب منكم تاني ان احنا نقف كلنا مع بعض. بس عايز اقول لك انا ليه بطلب منك ان احنا نقف، وليه شريف بيقعد يطلب منكم في مرات، عشان بس ما نبقاش بنقف كده على الفاضي. في العباده الرب بيبحث عن الانسان بالكامل، يعني بيبحث عني بالكامل، بيبحث عن روحي عن نفسي عن جسدي. اسمعني كويس عشان الكلام ده مهم. الرب يبحث عن جسدي في العباده، مش بس عن روحي ونفسي. والكتاب المقدس بيعلن مشيئه الرب الكامله الثلاثيه تجاه كل شخص فينا. بيقول كده انه اله السلام بنفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ من حفظ روحكم نفسكم جسدكم بلا لوم كامله بلا لوم الى يوم مجيء ربنا يسوع المسيح. لما بسمح لجسدي في وقت العباده انه يقعد لاني تعبان، في حته بتهرب مني في حضور الرب. لازم تسمعوا ده كويس. الوضع اللي جسدي ياخده في وقت العباده ده الوضع اللي اشوفه في الروح، مش اللي بيريح جسدي. عايز اتاكد انتوا فاهمين. يعني لو دي نورت كده قدامنا ممكن نعمل براءه النهارده ومبقاش في اجتماع خالص بجد. الوضع اللي جسدي بياخده في وقت التسبيح الوضع اللي اشوفه في الروح، مش الوضع اللي ارتاح له بالجسد. حد فاهم الفرق بين الاثنين؟ الحاجه اللي ادهاني الرب في الروح بالظبط. يعني انا مثلا احنا بنرنم مثلا دلوقتي وانا حبيت اقعد بعد ما حسيت بحضور الرب واتمليت وقعدت، ده موضوع يس. لكن مش انا عشان من البدايه انا تقلان فمش قادر اقوم. دي الترجمه التفسيريه بالظبط كده. صح كده. كينج جيمس. بالظبط كده. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ بين اللي انا يعني وضحته لشريف وضحه، انه انا مش بقعد لانه انا بس كل الناس وقفت لوحديها بقى. مش بقعد لان انا تعبان كده فانا قاعد مستني لما الجو يسخن. لما في حاجه اسمها اني اشوف نفسي في الروح، اشوف نفسي في الروح، ان وانا داخل الاجتماع وبستقر في مكان معين في الاجتماع، انا بفتح روحي وانا مغمض عيني كده بشوف في الروح كده انا الرب عايزني. ممكن شخص ده يبقى داخل الاجتماع لسه الاجتماع ما بداش، انا ياما شفت ده وانا ياما الرب عمل فيا دوت، وتلاقي الشخص ده واقف رافع ايده كده لسه موسيقى يمكن لسه بتسخن يمكن، بس ده شخص شايف وضعه في الروح، فبيدخل امام الرب بما هو من عند الرب مش بما هو للجسد. فاهمين الفرق؟ عايز اتاكد ان انتوا فاهمينها. لو ده حصل مش هتضطر خالص نقول حد اقف ولا اقعد ولا ايه. اللي بيخلي في مرات الشخص اللي بيقود تسبيح او بيوعظ او كده يقول نقف مع بعض، لانه بيبقى شاعر انه ده الوضع اللي المفروض ناخده في الروح مع بعض. فالقصه مش شكل الاجتماع على قد ما انه احنا عايزين نخضع اجسادنا للرب في وقت العباده. عشان كده الكتاب يقول كده انه قدموا اجسادكم، حافظين، ذبيحه حيه مقدسه مرضيه. وفاكرين بقى الآية دي أخيرها إيه؟ عبادتكم. عارفين عبادتكم العقلية في الأصل يعني إيه؟ مش يعني اللي بالعقل، العبادة اللي بالعقل كده اللي هي الرزينة دي المتزنة اللي هي، لا، العقلية هنا دي الكلمة دي جاية من نفس الكلمة بتاعت لوغوس أو لوغوس، اللي هي يوحنا بيكتبها في يوحنا واحد، في البدء كان الكلمة لوغوس. فلوغوس ده يعني المنطق الإلهي أو الذهن الإلهي. فعبادتكم العقلية يعني عبادتكم التي بحسب المنطق الإلهي، يعني عبادتكم قدموا أجسادكم للرب ذبيحة، عبادتكم العقلية يعني بحسب الموجود في المنطق الإلهي اللي مش بكتشفه غير بإعلان مبدئي وأنا داخل الاجتماع كده. شايفين الإعلان مهم إزاي؟ حتى في وقفتي قدام الرب في إعلان كده بحسب المنطق الإلهي يستقر فيا، فيخليني بقى أقف أعد أسجد انبطح على وجهي قدام الرب. بس المهم ابقى شايف ده، مش جسدي فارض عليا اني تعبان اني نزلت البسين شويه ان الشمس ارهقتني انه مش عارف ايه. امين امين. اللي فهم يقول اللي جنبه بقى كده ايه، انا فهمت. اللي فهم يقف على طول. اللي فهم يقف. وانت اقف كمان مش شرط ممكن.
ممكن فهمت وشفت نفسك قاعد اقعد يعني. مجدا للرب. يلا نغمض عينينا مرة تاني كده ونرفع قلوبنا قدام الرب بهذا الإعلان ونخضع أجسادنا أمام الرب. نيران الروح القدس تأتي على أرواحنا نفوسنا أجسادنا. ارفع إيدك معايا في هذه اللحظات كده، اكتب لي يكون رفع يدي أمامك كذبيحة مسائية. أريد أن جميع الرجال يصلون رافعين أيادي طاهرة أمام الرب مغسولة بدم الحمل. ارفع إيدك قدام الرب، أيادي طاهرة مغسولة بدم الحمل باسم الرب يسوع. يا رب احنا في هذه اللحظات نخضع أجسادنا لك أنت وحدك، نخضع أجسادنا في اسم الرب يسوع. يا رب أصلي باسم الرب يسوع هذا الجيل يا رب، نعم تكون أجسادنا خاضعة لنيران الرب، نعم لا تكون أجسادنا تحت ضعف، لا تكون أجسادنا تحت رخاوة، لا تكون أجسادنا تحت هيمنة، نعم من عدو الخير أو من الإحباط أو من التعب. هاللويا، تكون أجسادنا تحت هيمنة الروح القدس، نيران الروح القدس. عبادتكم التي بحسب المنطق الإلهي، التي بحسب الذهن، التي بحسب الصورة الإلهية اللوجوس، نعم هاللويا. نعبدك بالروح، هي دي العبادة بالروح وبالحق. نعبدك بالروح يا رب، نعم نعبدك بالروح، نعبدك بالروح. ارفع ايدك الاثنين كده قدام الرب في اللحظات دي، قول له انا عايز اعبدك بالروح يا رب، نعم هاللويا. انا عايز اعبدك بالروح يا رب، نعم هاللويا. انا عايز اعبدك بالروح، انا عايز اعبدك بالروح يا رب. انا عايز هاللويا، انا عايز اعبدك بالروح، انا عايز اعبدك بالروح، انا عايز اعبدك بالروح. هنا في لينك ما بين وقفتك قدام الرب وما بين خروجك وما بين حياتك العملية في اسم الرب يسوع. إدراكك لوقفتك في عبادتك أمام الرب، إدراكك لغلاوة الوقفة دي والقوة الوقفة دي، هو ده اللي بيعمل حياتك العملية باسم الرب يسوع. عايز أجيب عن سؤال كده جه ما بين الوعظتين عن العمل، عن البعد العملي وإحنا بنعبد الرب. الجاب اللي ما بين الاجتماع واللي ما بين حياتك العملية بتتسد هنا في وقت العبادة، لما بتعرف تخضع 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 تخضع، نعم روحك ونفسك وجسدك للرب. هللويا هللويا. لسنا هنا في اجتماع مفصول عن الحياة، نحن هنا نحيا أمام الرب لكي نحيا هللويا أمام الرب في حياتنا العملية، نعم مقدمين أجسادنا هللويا ذبائح لتأتي النار يا رب. عندما تأتي النار هللويا 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 هللويا، في نهضات القرن العشرين والقرن التسعتاشر كان في حاجة اسمها ألتر كول، يعني الدعوة انه اشخاص يجوا للمذبح او كانوا يطلعوا كده قدام ويعملوا ايه، يسجدوا يقدموا ذواتهم بالكامل، نفوسهم ارواحهم اجسادهم، عشان النار تأتي باسم الرب يسوع على الكيان بالكامل، عشان النار تأتي على الكيان بالكامل في اسم الرب يسوع. في كل مرة بنقف نعبد قدام الرب في دعوة مذبح هللويا، يعني دعوة نار في اسم الرب يسوع. كل مرة بنيجي نقف قدام الرب في دعوة نار، نعم في دعوة رداء جديد هللويا، في دعوة نفسية جديدة، في دعوة رؤية جديدة، في دعوة انتعاش جديد وإطلاق جديد في اسم الرب يسوع. خاضعين للرب نعم هللويا، خاضعين للرب نعم هللويا، خاضعين للرب نعم هللويا. الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب
صالح للكل يا رب. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمه على كل أمالك. أنت صالح، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، صالح أنت صالح للكل، ومراحمه على كل أمالك. يحمدك يا رب كل أمالك، ويباركك أطياؤك. يحمدك يا رب كل أمالك، ينطق بجبروتك، بجبروتك يتكلم. منطق بجبروت الرب، ملكك ملك كل الدور، وسلطانك في كل دور فدور. منطق بجبروت الرب، دور فدور. أبواهنا تسبح الملك. ملكك ملك كل الدور، وسلطانك في كل دور فدور. دسع فمي بالرب، ارتفع دور فدور. يحمدك أعمالك، يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أطياؤك. يحمدك، يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أطياؤك بمجد ملكك. ينطق بجبروتك، يتكلم. ملكك ملك كل الدور، وسلطانك في كل دور فدور. رسل الخروف، نعم هللويا، دور فدور. رسل الخروف هللويا يعلنون سلطان الملك. ملكك ملك كل الدور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور. أنت صالح صالح للكل، هللويا. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمه على كل أعمالك. قلبي يفرح بالرب، ما
مرة تانية هللويا. ارفع ايدك امام الرب لنلبس برداء المسحة. هللويا. نخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة الى النور. اما انتم فجنس هللويا مختار، شعب اختناء، كهنوت ملوكي. لتخبروا بفضائل، بعظائم، بمعجزات هللويا الذي دعاكم من الظلمة إلى النور. رأسي يرتفع على أعدائي هللويا، فمي يتسع هللويا، وأذبح للرب ذبائح الهتاف في خيمة الرب. يسقط أعدائي، أعدائي سقطوا وعثروا باسم الرب يسوع. هللويا. ارفع ايدك عالي كده واعلن معي في اسم الرب يسوع، أعداءنا سقطوا وعثروا. نعم في اسم الرب يسوع أعداءنا سقطوا. كل تجمعات هللويا لأرواح شريرة لا تقوى علينا في اسم الرب يسوع. هللويا. أعدائي سقطوا وعثروا في اسم الرب يسوع. هللويا. أما أنا رأسي هللويا يرتفع على أعدائي وفمي يتسع بالرب. نعم ينتصب قرني في اسم الرب يسوع. ينتصب قرنك مسحة للقوة في هذه اللحظات. نعم في اسم الرب يسوع لكي تنتصب هللويا قروننا أمام العدو. مسحة للقوة باسم الرب يسوع. مسحة للقوة هللويا. مسحة للقوة. نعم هللويا. مسحة للقوة. نعم هللويا. مسحة القوة تتلف الأنيار في اسم الرب يسوع. مسحة القوة. نعم تلف هذا المكان هللويا، فتصنع الليلة للرب. نعم هللويا. مسحة القوة. ارفع ايدك عالي كده واتحد معايا في اسم الرب يسوع. هللويا. مسحة القوة باسم الرب يسوع ترد سهام العدو في اسم الرب يسوع. نعم هللويا. أنا نفسي غمض عينك كده واعلم معي في هذه اللحظات أحكام الرب في أفواهنا. نعم سيف ذو حدين، تنويهات باسم الرب يسوع. الرب يملأ فمي بتنويهات ضد العدو في اسم الرب يسوع. هللويا. وأنا نفسي وانت مغمض عينك كده ارفع ايدك كده هللويا قول له املأني 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 بتنويهات في اسم الرب يسوع. هللويا. مسحة قوة. هاليلويا. من يشتكي على مختار الله؟ هاليلويا. والرب صار برنا. قام يسوع. قام يسوع من بين الأموات يشفع فينا في السماء. من يشتكي على مختار الله؟ والرب صار برنا. قام يسوع من بين الأموات. ارفع صوتك كده هللويا. يشفع فينا في السماء. اشتدي عدوتي عدوتي فيسوع طهرني بدمي. لا تشمتي عدوتي إن سقطت وأقول. لا تشمتي عدوتي قيامة في اسم الرب يسوع. ننطح أعداءنا في اسم الرب يسوع. ننطح أعداءنا باسم الرب يسوع. أكرك الشيء كرك بدمي. من يشتكي علينا؟ من يشتكي على مختار الله؟ ارفع ايدك مغسولة بدم الحمل. هللويا. ايدينا مغسولة بدم الحمل. قام يسوع من بين الأموات يشفع فينا في السماء. من يشتكي على مختار الله؟ والرب صار برنا. قام يسوع من بين الأموات يشفع فينا في السماء.
لا تشمتي عدوتي إن سقطت وقم لا تشمتي عدوتي في الظلمة الرب نور لا تشمتي عدوتي فيسوع طهرني بدمي الرب يخطب الجلال الرب يخطو بالجلال يقود موكب نصره حق وعدل وتواضع وجيشه من حوله نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك نحمدك يا ربنا الرب سحق العدو هللويا يلا نعلي اصواتنا كده الرب سحق العدو اشهر به ظفرا انهى شوكتك يا موت اذ قام من بين الاموات نحمدك يا ربنا جالسون في أرض الظلام هل يشرق عليهم النور هل يشرق عليهم النور هل تحيا هذه الأزهار والجالسون في أرض الظلام هل يشرق عليهم النور هل يشرق عليهم النور نعم 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 قد جاء الأقوى ينادي بالعطف قد جاء الأقوى يخرج من السجن قد جاء الأقوى ينير الظلام يسوع المسيح يحيي العظام قد جاء الأقوى ينادي بالعطف قد جاء الأقوى يخرج من السجن قد جاء الأقوى ينير الظلام يسوع المسيح يحيي العظام نعم 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 هل تسلمون من الجبار من الجبار غنيما هل يفلتون سبي المنصور هللويا وقوته عظيمه الان فك باسم الرب يسوع فكاك للنفسيات هللويا فكاك للاجسام هللويا هل تحيا هل تحيا هذه العظام والجالسون في ارض الظلام هل يشرق عليهم نور هل يشرق عليه من نور هل تحيا في العظام والجالسون في أرض الظلام هل يشرق عليهم نور هل يشرق عليه من نور نعم 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 قد جاء قد جاء الأقوى يخرج من السجن قد جاء الأقوى ينير الظلام
يسوع المسيح يحيي العظام، رجع الأقوى ينادي بالعتق، يخرج من السجن، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام، قد جاء الأقوى، قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام، إن الرب يخرج للحرب وجيشه جبابرة جبابرة، إيماننا إيماننا يسحق عدونا، نركض في موكب النار، نكسر هجر، نزمجر نزمجر أمام عدونا، فيسوع ملك الملوك، هو رب الجنود، أبواب الجحيم لم تقوى علينا، فيسوع ملك الملوك، هو رب الجنود، أبواب الجحيم لم تقوى علينا، نهجم نهجم ضال اسم الرب، منطق بسلطان بسلطان، ورابنا ورابنا يرهب عدونا، نكسر قيود الأسر، نطلق صار ونسترد ونسترد ما سلبه عدونا، فيسوع ملك الملوك، هو رب الجنود، أبواب الجحيم لم تقوى علينا، فيسوع ملك الملوك، نضرب الأبواق، نعم رب أبواب الجحيم لم تقوى علينا، ونسترد ما سلبه عدو، ارفع صوتك قول ونسترد ما سلبه، ونسترد ما سلبه عدو، ونسترد ونسترد ما سلبه عدو، وانا يسوع، فيسوع ملك الملوك، هو رب، نعم نعم، أبواب الجحيم لم تقوى علينا، أبواب، أبواب الجحيم لم تقوى علينا، يضربوا بالأبواق، هللويا، أبواب الجحيم لم تقوى علينا، ادي المجد للرب باسم يسوع، باسم يسوع، أصواتنا المرفوعة أمامك يا رب، أبواق في الروح تعلن نصرة الملك، أصواتنا المرفوعة أمامك يا رب، ترعب هاليلويا أعداءنا، ولما هتفوا سقط السور باسم الرب يسوع، سقوط للسور الذي يمنع هاليلويا أي شخص في هذا المكان من العبادة بحرية
من الوقوف أمام الرب في ملء المسحة وفي ملء النار، سقوط للسور الآن في اسم الرب يسوع. فإيدك معي واتحد معي في هذه اللحظات، هاليلويا، في اللحظات الأخيرة في وقت الصلاة ده كده في اسم الرب يسوع، لننجز أمورا في الروح. أي أسوار بتعوقك في مرات من أنك تنطلق في العبادة، الآن سقوط لهذه الأسوار في اسم الرب يسوع. ارفع إيدك معايا وشرع كده في هذه اللحظات، نعم أمر ينتهي في اسم الرب يسوع، أمر ينتهي الآن في اسم الرب يسوع. هللويا، أسوار تقع في اسم الرب يسوع. هللويا. ولما هتفوا وبينما كان يسبحان، هللويا، تزلزلت أساسات السجن وانفتحت الأبواب وانفكت قيود الجميع. نعم هللويا. بعك علينا يا رب، دروس لا تنسى، نطلق ونحن في محضرك ولا نعود للأركان الضعيفة في اسم الرب يسوع. نطلق في حضور الرب ولا نعود للأركان الضعيفة في اسم الرب يسوع.